السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدام الله بقاءكم، نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء. بحول الله سوف نضع بين أيديكم سلسلة البيام لنا الثانوية مبتغانا. سنعرض في هذا الفيديو حلول نموذجية لبعض اختبارات اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة متوسط، وتحضيرا لشهادات التعليم المتوسط إن شاء الله. في الموضوع الأول اخترت لكم موضوع اختبار من Sequence 1 Universal Landmarks، اللي هي المعالم الأثرية العالمية، and Outstanding Figures، الشخصيات المؤثرة in Literature، اللي هو الأدب، الفن، Art، History، التاريخ. للتذكير فإن الموضوع مختار من الفصل الأول الذي تزامن مع الوحدة الأولى. للتنويه فإن هذا الموضوع مأخوذ من الموقع الأول للدراسة في الجزائر، وهو موضوع مصمم من طرف الأستاذ إزونطار عبد العليم، ونشكره جزيل الشكر من هذا المنبر. بخصوص الموضوع سوف تجدونه على شكل PDF في الوصف على اليوتيوب أو في المنشور على الفيسبوك إن شاء الله. المعارف القبلية الضرورية أو prerequisites، أي يعني للشرح، هي الأدوات التي نحتاجها لحل هذا الموضوع. أولا past simple tense أو الماضي البسيط، يعني بدأنا في تدريسه من السنة الثانية حسب التوزيع السنوي. ثانيا biography أو سيرة حياة المشاهير، بدأنا في تدريسه بصفة معمقة من السنة الثالثة. 3 text types أو أنماط النصوص أو أنواع النصوص من السنة الثانية. passive voice المبني للمجهول من السنة الرابعة. because لأن من السنة الثانية. مقارنة المساواة أو comparative of equality من السنة الرابعة. ملاحظة، سنحاول تخصيص عرض لكل درس من هذه الدروس بحول الله. للتركيز في الأسئلة والأجوبة عليكم بالضغط على زر الإيقاف المؤقت pause. قبل كل اختبار لا تنسى قراءة دعاء من استصعب عليه الأمر أو دعاء الامتحان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أضع بين أيديكم النص. النص متكون من فقرتين، first paragraph and second paragraph، كما ترون رمز الفقرة، وهو يتحدث عن القامة الأدبية والشعرية مفدي زكريا وشاعر الثورة التحريرية. سوف نعود إلى النص لاحقا إن شاء الله. نفتح نافذة توضيحية. أثناء قراءة النص يرجى حمل قلم الرصاص في اليد لكي تسطر أو تدور على الكلمات المفتاحية. ثانيا يرجى تأطير الفقرات في النص لكي تتقسم إلى أجزاء يسهل تحليلها. ثالثا تكرار قراءة النص مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة يعد شرطا مهما لفهم النص، وبالتالي الإجابة على الجزء الأول بسهولة. نبدأ على بركة الله بالأسئلة. الجزء الأول هو Part 1، فيه 14 نقطة، والتي بدورها تنقسم إلى جزئين، 7 نقاط بالنسبة لفهم المقروء reading، و 7 نقاط بالنسبة لقواعد اللغة English grammar. نبدأ على بركة الله بفهم المقروء reading comprehension. نافذة توضيحية، هناك تقنيتان لقراءة النص. التقنية الأولى
كيمين، يعني السرعة أو سرعة تمرير العينين أثناء القراءة. تقنية ثانية سكانين، البطء في تمرير العينين يعني القراءة المعمقة. أولا سكيمين، سكيمين معناها القراءة بسرعة أو تمرير العينين أثناء القراءة بسرعة، تستخدم للأسئلة التي لا تعتمد على قراءة معمقة. على سبيل المثال كم عدد فقرات النص؟ ما هو عنوان النص؟ ما هو مصدر النص؟ ثانيا سكانين معناها القراءة ببطء، تستخدم للأسئلة التي تعتمد قراءة عميقة وفهم. على سبيل المثال نوع النص true false synonyms and opposites. We start with activity 1. Read the text carefully then choose the right answer. Read the text carefully then choose the right answer. يعني اقرأ النص بتمعن ثم اختر الإجابة الصحيحة. هناك فعلين read and choose، يعني الخطوة الأولى هي القراءة ثم تأتي بعدها الاختيار وليس العكس، يعني لن تتم الخطوة الثانية بدون الخطوة الأولى. So the text is A. Descriptive B. Narrative C. Descriptive and Narrative. قبل أن نحل هذا التمرين سوف نراجع أنماط النص وأنواع النصوص. نفتح نافذة توضيحية. أنواع النصوص تختلف كما درستم في اللغة العربية حسب غرض الكاتب، إخبار ووصف وسرد وحجاج. في اللغة الإنجليزية طور المتوسط هناك أيضا نفس الأنماط. أولا الشائع descriptive الوصفي، ترجمة إلى اللغة العربية، يصف الجسم أو المكان أو المناطق الأثرية. يعني descriptive text we find description of body, place or have resorts etc. historical resorts etc. So, two narrative أو سردي، يسرد أحداث جرت في الماضي، أحداث تاريخية يعني حروب حوادث biography etc. 3 argumentative أو الحجاجي، يحاول يقنعك بفكرة ما أو حجة. 4 prescriptive أو التوجيهي، يقدم لك نصيحة أو إرشادات. للتذكير فإن النمط الشائع هو الوصفي the descriptive text. نرجع إلى السؤال. So read the text carefully then choose the right answer. So the text is choose one answer descriptive B narrative C descriptive and narrative. So نعود إلى التقنية. أي تقنية سوف نستخدمها لقراءة النص؟ هنا لن نستطيع الإجابة بمجرد النظر إلى النص، يعني النمط يحتاج قراءة معمقة. إذن we are going to choose the second technique which is scanning. So carry on to the text. So we are going to check if the text is descriptive or narrative or descriptive and narrative. So take an example. First or the second line. So زكريا بن سليمان بن يحيى was born on June 12th, 1908. He was given the nickname of Mufti by a school friend. So this is kind of description and narration, that is mixture. He was given
nickname of Mobb Deep by a school friend. So here, the historical event. He became associated with Algerian nationalists, served time in prison for his beliefs in 1937-1938. So here there is a narration. يعني سرد. كيفاش عرفت بلي سرد؟ تواريخ. يعني أسهل حاجة لنا هذا يعني سرد. يعني يحكي في أحداث تواريخ ساعدتني. Narration also. In 1955, he was imprisoned in Sarkaji prison by the French for his politics. He wrote a poem called Qasaman or the Pledge. It was said that he wrote the poem, يعني كتب الشعر Qasaman, on the walls of his cell using his own blood. يعني كتب نشيد Qasaman, يعني الشعر في بدمه في جدران على جدران زنزانته. يعني هنا يوجد وصف كيفية كيف كتب. يعني هناك وصف. يعني so here I suggest يعني اقترح أن there is a mixture. هناك خليط. So it is I think it is C. So descriptive and narrative. هناك خلط ما بين الوصف والسرد. So carry on to the next activity. To read the text carefully, then write true or false next to the statements. Read the text carefully, then write true or false next to the statements. اقرأ النص بتمعن ثم اكتب صحيح أو خطأ بجانب الجمل. So we are going to choose scanning. ما قلنا من قبل scanning تعاون مع true false. تقدرش تجاوب بلا ما تقرا النص صحيح او خطا بدون ما تقرا النص. So one, Mufti Zakaria is from Nimzab. So we check in the text. So here change the pen. So he was born and attended school in the Mzab, in the Mzab region of Algeria. So this is the answer, the Mzab region of Algeria. So it is true, false. Number two, Mufti is the nickname of his friend. يعني مفدي هو الاسم المستعار صديق. We are going to check. يعني هذه المعلومات عادة تكون عندكم يعني ما لن تجدوا صعوبة في حلها يعني حكم أنه شخصية معروفة جدا. So he was given the nickname of Mufdi by a school friend. يعني أعطي اسم مفدي زكريا مفدي من طرف صديقه يعني العكس. So Mufti is the nickname of his friend. So it is false. 3. Qasaman was written by Zakaria. يعني this is easy statement. So Qasaman was written by Zakaria, of course. It is true. Ahmed Shawqi was largely influenced by the work of Zakaria. Ahmed Shawqi was largely influenced. يعني كان متأثرا بأعمال مفدي زكريا. سوف نبحث عن ذلك. So, هناك هنا يعني تنبيه. هناك يعني الجملة راح تكون حسب النص. إذا لاحظتوا أن الجملة الأولى لقيناها في الفقرة الأولى. الجملة الثانية تحتها ودواليك. الجملة الأخيرة راح نلقاوها هنا في الفقرة الأخيرة. يعني هناك ترتيب يعني منطقي. So Mufti Zakaria
His poetry was believed to be largely influenced by the work of Egyptian poet Ahmed Shawqi. يعني العكس حسب الكتابة، العكس يعني مشي أحمد شوقي اللي تأثر بمفدي زكريا. مشي إيه نعم، مفدي زكريا هو اللي تأثر بأحمد شوقي. هذه السبب الأول هو النص، والسبب الثاني أنه مفتي زكريا جاء بعد أحمد شوقي، يعني متلاقاوش أصلا. أحمد شوقي مات قبل ما يزيد أحمد مفتي زكريا. So it is false. Go to activity 3. Read the text carefully then complete table. Read the text carefully then complete table. So here we are going to choose one technique: skimming or scanning. No, ما راحش نقدروا نجاوبوا بدون ما نقراوا النص. مكان وتاريخ الميلاد ما غاديش نجاوب بلا ما مانيش حافظه الحقيقة. وظيفة occupation university place and date of death كيف كيف. So we start with place and date of birth، يعني place مكان وتاريخ الميلاد. So we go to the text. So الشيخ زكريا بن سليمان بن يحيى was born on June 12, 1908. So this is the date. He was born, second was born, and attended school in the Mzab region of Algeria. So this is the place. Date, place. This is the date and this is the place. Date, place. So June 12, 1908, place in the Mzab region of Algeria. Two. Occupation مهنة أو الوظيفة. So so the word poem is repeated. So poem هنا كلمة مفتاحية. This is a keyword. كلمة مفتاحية راح تدينا الإجابة. poem الشعر، يعني كيما نقولوا في العربية الشعر راح نستخرجوا منها. احنا نلقاوه هنا بكف يعني المهنة، كلمة المهنة poem poets with s انا قريب منكم. الشعراء poetry الشعر poetry poet. So Egyptian poet شاعر المصري. So this is the answer poet. University الجامعة يدرس فيها. So here it is easy. So his university education was in Tunis. His university education was in Tunis. Place and date of death. يعني العكس تاع الخانة الأولى. Place and date of death. مكان وتاريخ الوفاة. عادة ما تكون في الأسطر الأخيرة. So Zakaria die in 1977 in Tunisia. Now this is place, this is the date. Tunisia 1977. Find in the text words that are closest
meaning the following. يعني الشق فوق. So we are going to check words that are closest in meaning to the following. يعني synonyms. A من مرادف. Named. We have the symbol. Rams. We have one and we have this kind of double S. What is this? B. Constructed. Same symbol and same number. Are going to check. نافذة توضيحية. So synonyms المرادف and opposites الضاد. في هذا التمرين عادة ما تكون الكلمة الأولى مرادفها أو ضدها في الفقرة الأولى والتي رمزها هنا. So هذا الرمز يعني رمز الفقرة دبل S. هذا يكتب هكذا S زد لها S and you add another S. So this is the first paragraph. كلمة ثانية يعني في التمرين مرادفها أو ضدها في الفقرة الثانية. عادة ما يكون مرادفها أو ضدها في الفقرة الثانية. ماهيش قاعدة عامة ولكن يعني نقدر نتبعوها. So we go back to the task. First named. الخطوة الأولى هي البحث عن نوع الكلمة. هنا named ما فيها ed يعني is a verb in past simple فعل في الماضي. يعني هنا كيفاش راح يكون السينونيم؟ السينونيم راح يكون من نفس الجنس. يعني راح يكون كما هو verb in past simple. سهلة مهلة تروح مباشرة النص تحوس على 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 نفس يعني راح تسهل لنا هنا نلقاو نفس النهاية ايدي نفس المعنى معناتها سمية ولا أطلق عليه. So attended معناتها حضارة ولا دارسة. So it is not associated مرتبط ما شي هي. Served time أمضى الوقت شي هي. Present معناتها وضع في السجن ماشي هي. called قسما يطلق عليه قسما named قسما. So called. Go to the task. So called to constructed. So the kind of the verb is past simple. So the tense, sorry, this word is a verb in past simple. So we check in the second paragraph. Constructed manta بنا في الماضي. So we check here. هنا راح يكون يعني كلمة فعل بنا راح يكون بجنبه بناية. So university لما كاش قدامها فعل يعني شوفوا حاجة واحدة أخرى. وقاسم الشاب بلا لا. Newspaper no. Egyptian أحمد شوقي airport. There is no verb. مكاش هنا ما عندناش فعل. اسمه مشي airport. His name was also cultural center. مركز ثقافي. Build. So هنا المرادف راح يكون فعل غير نظامي. فعل شاذ. يعني built. جيم building. بناية. نشتقوا منها الفعل في الماضي. Built. So it is built. 5. Find in the text words that are opposite. ضد يعني
Opposite in meaning to the following. A, the first. The first. إذا تفكروا السنة الأولى قرينا كنا درسنا الأعداد الترتيبية أو the ordinal number. So the first يعني الأول, the first. The opposite of the first يعني عكس الأول. شنو هو؟ We have, I think we have two possibilities. So the last or the final, the final, la final, the final, the final. Final. The راكم تلاحظوا عندنا نفس تركيبة the لازم يكونوا كيف كيف نفس الجنس ordinal number, ordinal number, the first, the final. B excluding, excluding يعني إقصاء, excluding. Are going to find it in the second paragraph, الفقرة الثانية, ولكن ضد إخصاء. إخصاء إدراج يعني مثال تاع فريق كرة القدم, أقصى المدرب مثلا جمال بالماضي اللاعب عدلان بديورة من الفريق لأنه مصاب, وأدرج مكانه سفير طايدار مثلا, أدرج أقصى. So we are going to find this word that we have that have that has the same ending. راح نشوفو نلقاو ing مع تالي ثاني نلقاوها كيف كيف. So second paragraph ing ing up ing. So including, نعتذر عن السرعة لأن الفيديو راح يكون طويل جدا إذا طولنا في كل تمرين هكذا, يعني نعتذر مرة أخرى. So excluding, the opposite of excluding is including. Okay. We go to part 2 of, yes, الجزء الثاني من الجزء الأول اللي هو قواعد اللغة أو البناء اللغوي في 7 نقاط. 1. Reorder the following words to get a meaningful sentence. Reorder the following words to get a meaningful sentence. So reorder يعني إعادة ترتيب, order ترتيب, reorder إعادة ترتيب. The following words to get a meaningful sentence. على reorder يعني الجملة هذه راي صحيحة, يعني الأصل تاعها صحيح, أصل في الأصل تاعها صحيح. إحنا وش درنا؟ عودنا يعني بعثرنا كلمات, ورحنا العمل تاع التلميذ هو إعادة ترتيب مش البناء, نتعود زيد والو يعني, راح غير تعود ترتب برك. هذا ما كان كيما ماجيك كيوب هذاك, تعاود دير الالوان, الوان هما مديجا كاينين, تعاود ديرهم مع بعض برك. هذا ما كان. So we have any بالعربية اي, ايتو, was زكريا, as مفدي, brave اللي هو شجاع, other nationalist, nationalist معناتها الوطني, وطني الاخر, as. So here we have full stop, don't have a question mark. عندنا احتمالين كما نشوفوش علامة استفهام, عندنا احتمالين. الجملة هذه راح تكون affirmative or negative. عندنا احتمالين. negative وش فيه؟ negative راح نلقاو فيه not, هنا ما كاش not,
means it is affirmative. يعني راح ما شنو نديرو فيها النفي. So والجملة تبدأ باش تبدأ؟ تبدأ في الإنجليزية بال with subject، ده بالفعل، مش كما في العربي نبدأ بالفعل. يعني راح تكون subject. The subject here is مفدي. So مفدي start with مفدي one مفدي the family name زكريا now أي فاعل يحتاج يكون معه the verb of course so was now المحرك engine was verb so was what now كان was as was other nationalist was any no so now we need an adjective so the adjective here is according to the rule of comparative of equality now can piège and we have two as we have adjective so are going to form the comparative of equality دوكي تشوفوا هذا زعما عرفوا بلي comparative of equality يعني المقارنه بالمساواه so was as first as brave شجاع second as so مفدي زكريا was as brave as كان شجاعا مثل so any other nationalist كان بمثل شجاعة أي وطني آخر غير على وطنه so this is the last formation so مفدي زكريا was as brave as any other nationalist two complete the sentences so here we have A مفدي زكريا attended school in the Mzab region of Algeria مفدي زكريا attended so this sentence is in have ed it means it's in the past simple school in the Mzab region of Algeria كاين there is school school هذه كانت في الجملة الأولى كانت هنا كانت بعد الفعل في الجملة الثانية راهم حابين نديروها الأولى كانت object أو وهذه كانت subject مودي زكريا كانت هنا راهم حابين نبداو بالأوبجيكت هذا رجعوا لنا يعني مباشرة التلميذ الذكي راح يخمم راح يقول بلي هذا راهو يطلب مني ندير المبني للمجهول passive voice passive كيفاش passive يعني حاجة صارت في الباست passive la voix passive so school قاعدة وش نقوله روحوا نفتحوا نافذة توضيحية باش اللي ما فهمش passive voice so passive voice مبني للمجهول تم تكوين الباسيف voice بتصريف الفعل المساعد to be في الماضي البسيط احنا راح نجيبوا فعل يساعدنا هنا ونزيدو نصرفوه في الباسيف so تصريف فعل في الماضي to be في الماضي البسيط ولماذا ببساطة ان العنوان فيه passive والمبني المجهول يكون في الماضي أيضا مع تصريف فعل المعنى تصريف ثالثا أي نديرو الجملة ونزيدو لها by plus past participle so عمر kicked the ball تسهيل الفهم عمر kicked the ball عمر kicked the ball هنا كيفاش نبداو كما نفس المثال تاع التمرين هنا كاين subject verb object SVO هنا راح نبداو بالاو هذه نرجعوها هي subject تولي هنا so the ball
نديرو هنا to be in the past simple with it. عوضوها the ball هي it. So was kicked. هنا هذه ايدي، هنا ايدي هذه راه تدل على past participle ماشي على past simple. ماشي تدل على past simple، يدل على past participle. So was kicked. خش باس سيمبل هذا هو، هذا اللي يودي الباس سيمبل. So the ball was kicked by، نزيدو by من طرف by عمر. The ball was kicked by عمر. So كرة ركلت من طرف، لا قذفت من طرف عمر. ملاحظة، سنخصص عرضا خاصا بهذا الدرس إن شاء الله. يعني المثال هذا تاعت to be in the past simple راهو حسب التمرين، قاعدة، القاعدة كبيرة ما فيهاش غير to be. يعني في الفعل، في الجملة الأصلية احنا نلقاو بزاف، نلقاو بزاف أمثلة. تلقى ممكن present perfect، ممكن تلقى present. المهم يعني لاحقا إن شاء الله سنخصص عرض خاص بهذا الدرس. So, نطبق القاعدة. School to be was past participle attended. هذا راح للمرتبة الثانية، كان في المرتبة الأولى. هنا كي جبناه المرتبة الثانية، هذا هو اللي في المرتبة الأولى وهذا هو اللي في المرتبة الثانية. So إنهم V1 هذا V2 الفعل الأول والفعل الثاني. شو الضيف؟ ضيف معزز مكرم جبناه. So school was attended by من طرف، هذه هي الإضافة مش في قاعدة، by مفتي زكريا. هنا السبجكت شوف درنا له، السبجكت جبناه مع التالي، school جبناها الأول. School was attended by مفتي زكريا. مر الفقرة للجملة الثانية. مفتي زكريا refused the French repression so they took him to prison. مفتي زكريا رفض الاضطهاد الفرنسي أو الفرنسي، اضطهاد repression. Refused رفض. So ED past simple. So مفتي زكريا refused معناتها رفض the French repression. So even they، شكون they هذا؟ they هم the French الفرنسيون. هم they took him، took معناتها أخذوا، took him to prison اللي جاء ضدهم يدوا الحبس prison. So they took him to prison. هنا الجملة مطالبين منا أنه نبدأ الجملة because، يعني هنا يا هذه إذن معناتها نتيجة. هنا راهي كاينة consequence. هنا راح نرجعوا الجملة، رجعوها سببية مش النتيجة، رجعوها السبب. عاود نرجعوا القاعدة، نفتح نافذة توضيحية. because لأنه يتم استخدام because لتعليل السبب، ونلاحظ تواجد كلمة cause داخلها أي السبب. نستخدم because لتوضيح السبب أكثر وتجمع ما بين جملتين في طريقتين. هنا طريقتين اللي نديرو بها because. مش كما سو نديروها في وسط. هنا because عندها طريقتين. الجملة الأولى، طريقة الأولى ما بين الجملتين ودون فاصلة. هنا إما ما بين جملتين ودون فاصلة. هنا فاصلة ما كاش، كاين غير نقطة full stop. have we don't have any comma فاصلة. so كيفاش نكونوها؟ الجملة الأولى فيها الفعل eat، فعل الأكل يعني، مش الفعل يعني الفعل هذاك المفهوم مش اللي وحده، the action، الكلمة يعني المناسبة the action. now the action plus because في الوسط. الجملة الثانية سبب الفعل،
كوز اور ذا ريزن بيهايند ذا اكشن. نديروها هنا مور بيكوز، دائما تجي مور. هذه تحلل، تعلل الجملة الأولى. So I eat apple because it is sweet. I eat apple because it is sweet. أكل تفاح لأنه لذيذ، لأنه حلو. طريقة ثانية، بداية الجملة مع وضع فاصلة، يعني هنا نديروها في البداية ولكن بشرط نديرو put comma in between sentence، بين الجملة الأولى الجملة الثانية. لازم نفهموا المعنى مش نديره وخلاص. So because it is sweet، لأنها حلوة. أكل، أنا أكل تفاح. So because it is sweet I eat apple. يعني والطريقة الشائعة هذه هي الأولى، يستخدموها بزاف. So because الجملة الأولى سبب الفعل، ديروا فاصلة مع الجملة الثانية حيكون فيها الفعل، يعني العكس. إذا تلاحظوا أنه السببية تبع بيكوز دائما لصقة فيها، لازم تفهموا الجملة قبل ما تديروا بيكوز. مقدرش تدير بيكوز هكذا وخلاص، لازم تفهم الجملة قبل من بعد باش تقدر تطبقها القاعدة. ملاحظة، بعد بيكوز دائما نجد سبب الفعل كما هنا. It is sweet راهي بقات في نفس المرتبة الجملة الأولى والثانية في نفس البلاصة، هاتش هنا المعنى راه واحد يبقى. Okay, so we go back to the activity. Some of the Zakaria refused the French repression, so they took him to prison. Because لأن of the Zakaria refused the French repression. لأن of the Zakaria رفض الاضطهاد الفرنسي. They comma قاعدة ثانية they took him to prison. So هذا هو الفعل they took him to prison. مقدرش نقوله because they took him to prison of the Zakaria refused French. مشي العكس، مشي ديرو في الحبس من بعد رفض الاضطهاد، هذه منطق ما يتقبلهاش يعني. So, لازم تكون تخمم تفهم المعنى قبل ما تدير. So, مفدي زكريا was a nationalist. زكريا كان وطنيا. أحمد شوقي was a nationalist too. يعني مفدي زكريا كان وطني وأحمد شوقي كان وطنيا أيضا. كيفاش عرفنا بلي أيضا؟ وراهي nationalist too. هنا هذه too معناتها nationalist too يعني أيضا، تأكد nationalist. كنت بلي هو ثان كان ناشوناليست يعني كان وطني مع تو، يعني تساوي راي فيها بعض التساوي. هنا راح نوضحوا واش قريناه القاعدة. سو مفدي زكريا ووز، نرجعوا للقاعدة راح نشوفوا مقارنة المساواة. سو فتحنا في ذات توضيحية مقارنة المساواة comparative of equality as plus adjective plus as. المقارنة بين اسمين مقارنة مساواة نستخدم as. كيف؟ مثلا علي ومحمد شابان ذكيان intelligent pupils or yes، ولكني لا أريد تفضيل أحدهما على الآخر بصفة الذكاء. الذكاء intelligence، ولكي أرضيهما سأخذ صفة ذكي adjective of intelligent وأصف كلاهما بصفة الذكاء في جملة واحدة. يعني بعض اللي نكرر نقول محمد is intelligent and علي is intelligent، وهنعاود في كلمة intelligent مش نديرو نختارو نديرو intelligent واحدة، لكن كيف نستخدم as دوبليوة. So باستخدام as plus adjective. هنا وشنو adjective هذه نعوضوها، عندنا adjective الذكي ولا الذكاء. So intelligent وتصريف الفعل to be في الحاضر،
احنا عندنا المشكلات المقارنة هذه راهي في الحاضر، دي نصرف تو بي في الحاضر، فيرب تو بي ان ذا بريزنت. سو علي از از هذه از از انتليجنت از محمد. علي ذكي مثل محمد، او محمد ذكي مثل علي. نفس الشيء نقدر نقلبوا ما بين اسمه. هنا صفة التساوي، تساوي الذكاء، استخدام as وصفة الذكاء وas. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت. So مفدي زكريا was to، هذه نعوضها as nationalist وطني، as أحمد شوقي. مفدي زكريا was as nationalist as أحمد شوقي. Activity 3. Complete the table below، يعني أسفله، below معنى أسفله. Complete the table below by words from the text. No? نص. كيفاش؟ How? So first we have the sound A. Sound A. نداء A. So the A sound A. شوفوا the shape of the mouth. شكل الفم A. قدروا تحاولوا تنطقوا الصوت هذا A كما راهو موضح في الشكل ولا في الصورة. A. Have an example. Take. Take. Second sound. I. 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 هنا الفرق في المقطع الأول من الصور. المقطع الأول الفم راهو مفتوح بشكل أفقي. A. وهنا الفم شكل عمودي. So I. We have A مثالها take and I my. We start with A. هنا عندنا we have two words in two words. Each column we have two words. So four in general. So two we start with A sound. عادة ما نلقاو الصوت الأول في الفقرة الأولى. So was given the nickname of Mufti by school friend. He was born and attended. نال تشدوا نفس المول A مش ما يروح لكمش. So school in the Mzab region of Algeria. So he became. So here is it. Became. The first word is, or the first sound. Became. Became. Transcription. So we have became, became, shidda, stress, became. Are going to check the second word. Second word. So became. By the French of his politics. There he wrote a poem called Qasem or the Pledge. It was said that he wrote a poem on the walls of his cell using his own blood because he had neither pencils nor paper to write in the prison. The poem was Lay. Later. Later. Lay. A. Later. So, later. Later. Same sound. Take became later. Take became later. So we move to the second sound, which is I. Should do نفس القالب I. قالب الصوتي. So I
فيها. داي 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 اي داي. نتطلب معرفة خاصة، النطق لازم يكون تكون تعرف النطق مقبل، يعني صعبة شوي ولكن ليست مستحيلة، يعني ممكن تقدر تجاوب. The second sound second sound met a number of poets including Abu al-Qasim al-Shibli. His first poetry was published in a Tunisian newspaper in 1925. Mufti Zakaria, his poetry was believed to be influenced by Dai by so second sound in I column is by. Then we have four sounds and became in A later and die and by in I. So ملاحظة، لا توجد قاعدة معينة لمعرفة طريقة نطق الكلمات، يجب عليك سماعها مرارا وتكرارا لكي تحفظ طريقة نطقها. Part 2 الجزء الثاني. We have 6 points و يعني نبه لهذا هذه المرحلة هذه يستهزأ بها التلاميذ كثيرا، يعني يكون جاوب على الأسئلة وتغرر نفسه باللي جاوب منه، يعني كي يشوف الأسئلة هكذا تاع الوضعية يختار. وهي فيها حصة الأسد، يعني 6 نقاط 6 نقاط ضيع. كاين بزاف اللي راح يعاود الأسئلة واللي يعاود السياق هذا كي راح يعاود يكتبه ويستنى من الأستاذ أنه يمدله النقطة، وهذا يعني ضرب من الخيال، يعني مستحيل راح الأستاذ يمدلك نقطة هكذاك يعني بالسهل. ده على بركة الله بهيكلة الفقرة. So introduction المقدمة يكون فيها جملة حوصلية أو تلميح حول ما ستكتبه في العرض، أي نفرض أن السياق في الميكانيك. تريني الصندوق وتقول لي هذا صندوق الميكانيكي. فرضوا ان تا ميكانيكي ميكانيسيان، جيب لي صندوق تاع ميكانيسيان وتقول لي هذا هو الصندوق تاع ميكانيك. حنا ندير لك عليه زعما تفهمني كيفاش راح نولي ميكانيسيان. في العرض بادي يكون فيها توسيع للفكره المذكوره في المقدمه، ماشي تحط لي الصندوق هذاك تبقى تفرج فيه. مثلا اذا كانت المقدمه الصندوق مغلق، فالعرض هو فتح الصندوق وإخراج الأدوات الواحدة تلو الأخرى. كل جملة تمثل عبارة عن أداة، مثلا مفك براغي تقولي هذا مفك براغي ونديرو به كذا وكذا وكذا. الجملة الأولى مفتاح 13، الجملة الثانية قولي مفتاح هذا مفتاح طراز ومنا يدير نخدمو به كذا. الجملة الثالثة عفوا هي المطرقة مثلا الى اخره، يعني اعطيكم مثال فقط باش تفهموا فيها يعني شرح في العرض، يعني راح تشرح بكثره وتعطي امثله. conclusion الخاتمه، تكتب فيها ما تكتبه في العرض باختصار، يعني دون شرح او امثله وامثله يعني هذيك لي ديتاي اللي درناهم في العرض، هذيك الأمثلة والأفكار العامة والأفكار الأساسية هذوك في العرض ما نحتاجوهمش في الخاتمة. واش نحتاجو؟ تعاود تلخص لي واش كتبت في العرض بطريقة أخرى، يعني تعاود تذكرني. كاين وين اللي يقرأ هذا اللي يقرأ ينسى، تقرأ له تبقى تقرأ له تطول له، لازم لك تفكره مع التالي دائما فكروا واش كتبت له من الأول، ما راحش يعاود هو يقرأ لك. تكتب فيها ما تكتبه في العرض باختصار، يعني دون شرح وأمثلة، يعني أغلق الصندوق تغلق الموضوع هذا، تقول لي وش يوجد بداخله دون أن تريني الأدوات، يعني هذا
الاختصار. Part 2 Written Expression. هذا السياق سياق الموضوع تاعنا. So Algeria is a country that gave birth to several writers, authors and thinkers who became well known in the entire world thanks to their valuable books and works. Among them Malik bin Nabi. الشرح: الجزائر هي الدولة ولدت لأنجبت العديد من الكتاب والمؤلفين والمفكرين الذين أصبحوا معروفين ومشهورين هذا يعيش صيت في العالم بأسره. شكرا للأعمال والمؤلفات التي كان لها الفضل في جعلهم يعني مشهورين، من بينهم مالك بن نبي اللي في الصورة، اللي هو في الصورة هذا هو مالك بن نبي مشهور، كتبه يعني مشهورة في الـ في الـ في آسيا، في الدول الآسيوية مثلا إندونيسيا ماليزيا مشات به ونجحت، يعني كان له الفضل الكبير في إنجاح اقتصاد الدول الآسيوية. Using the notes below استخدام المعلومات في الأسفل يعني اللي راح نشوفوها دوكا، اكتب write a short paragraph talking about مالك بن نبي and his life. مالك بن نبي وحياته يعني وش دار في حياته، كيفاش ولا معروف، هي وش من الحاجة اللي فيها راح نهضروا فيها على الإنجازات. الجزء الثاني هذه his life، هذا الجزء ما راحش يكون مهم بقدر راح يكون هذا يعني هذا تحليل، لازم تكون ذكي في التحليل، تحليل السؤال للسياق. The notes below سو حيل تعليمية وكلمات مفتاحية. أولا السياق the context، هنا نجيب دول الكلمات المفتاحية، مفكر روائي كاتب have thinker author writer Algeria works books well known مالك بن نبي، يعني هذو كلمات راح نعاودو نلقاوهم، شنو ندو جمل كيما يديرو التلاميذ، يدي الوضعية الإدماجية كاع كيما راهي نعاود يكتبها، يحوس من الأستاذ يطيل النقاط. لازم تكون ذكي، تدي الكلمات المفتاحية، تعاود هذا مثلا thinker author writer هذا تعاودهم بعض الكلمات وتصرفهم، مش نجيب كلش. So تعليمة احنا عودوها بر using the notes below استعمال المعلومات اسفله، اكتب فقرة تحدث فيها عن مالك بن نبي وحياته. So using the notes below write a short paragraph talking about مالك بن نبي and his life. السند حسب الموضوع، السند هذا هو. So we have name صديق بن نبي أو مالك بن نبي، date and place of birth تاريخ ومكان الميلاد January 1, 1905 Constantine Algeria، nationality Algeria، education universities of Algiers Paris and Cairo، occupation political philosopher كان سياسي فيلسوف سياسي كاتب ومتحدث ومحاضر جامعي ومختص في مختص في الديانات الله أعلم theologian والأفكار. works reconciliation of Islamism with nationalism globalization العولمة economics الاقتصاد problem of ideas مشكل الأفكار. date and place of death October 31, 1973 age 68 Algiers Algeria يعني تاريخ الوفاة مكان الوفاة. تركيب الجمل forming sentences هنا بيت القصيد، يعني كيفاش شوف طابلو هذا قدامي نحولو الجمل، يعني أغلب التلاميذ كيفاش يديرو، يبدأ يجيب نايم هذي يحطها هنا ويكتب صديق بن نبي خليها كما راهي هكذا بلا parenthesis ويبدأ غير يلصق، يزيد يجيب date and place of birth يزيد يلصقها هنايا الدومين. هنا لازم نكون ذكي، ماشي ما نخليش
اخليه 6 نقاط، تروح هكذا هباء منثورا. وهكذا الاستاذ ماهوش يعني ما راحش يطول معاك، ما يعني يشوف الجمله الاولى يلقاها يعني ما راكش سيريو، يحبس، يعرف باللي انت ما راكش تكتب لي جمله. امور تبدا من الاول. سو نايم، راح نعوضو هنايا، ما راحش نكتبو نايم. باش نديرو سو الجمله الاولى باش نديرو فيها have name nationality occupation. كيفاش راح نديرو هذا الثلاثي جملة واحدة؟ باش نعرفو بلي استعملناها. سو مالك بن نبي، مالك بن نبي is في الوسط التصريف. هنا في الجدول ما قالكش تصرف الافعال، بصح انت وحدك لازم تصرف. هذه هي التكنيك اللي تغيب على تلاميذ بزاف، ما يصرفوش الافعال، يحسب باللي راح يعطيله كلش، يعطيله الافعال ويقوله صرف هكذا ودير هكذا. لا، هذه الامور بديهيه. هنا is لازم تكون، to be لازم يكون. سو مالك بن نبي is ضيفه، is an Algerian to Algerian political philosopher writer speaker university lecturer and theologian. السلسل 1 2 and 3، هذه ديرها في الجملة الأولى، هذه full stop. 2 date and place of birth. هنا ما كتبت والو، ما كتبش date and place of birth. واش درت؟ هذه عوضتها. So replace it with he. شكون هي هذا؟ من جهتي. So he هنا تعود على مالك بن نبي. هي باش ما نبقاش غير نعاود في مالك بن نبي. هي واز بورن، منين جبت هذه؟ هي واز بورن، واز بورن هي فعل ولد بالطبع. هنا ما في في العربيه تاريخ ومكان الميلاد، ما راحش نعاود نكتب في الفقره تاريخ ومكان الميلاد، نعاود نعوضها بولد واز بورن. وهذه عوضتها هنا، عوضها تعويض. يعاود لي نكتب ديت اون اند بليس اوف بيرث، نكتب واز بورن. سو اون هنا ما نديروش ان، نديرو اون. عاد خاطش عندنا ان دات كومبليت، عندنا تاريخ كامل وبالمكان، عندنا بالمكان تاعو. كون تاريخ كامل نديرو اون، كي يكون ناقص نديرو ان. عندنا اون. سو هي واز بورن اون جانيوري ذا فيرست 1905 ان كونستانتين الجيريا، في قسنطينة. 3 هنا قبل ما نساو. سو 4 He studied or learned at universities of Algiers, Paris, and Cairo. مانديش education، تعليم هنا، تعليم بصفة عامة. مش نكتب هنا education at universities. No. نا نروح نشوف نصرف الفعل دراسة. وحدك تكون ذكي، مش تروح تجيب لي education تحطها لهنا. درس وشنو؟ have studied he، نتعود على مالك بن نبي نفس الشيء. so studied or learned، تعلم ولا درس في جامعات universities Algiers Paris and Cairo، القاهرة باريس والقاهرة. no. 5 works الأعمال المؤلفات. حنايا هذا ما لازم تكون ذكي، هذا ما دامو كاتب وش يدير؟ هذا كاتب يكتب، كي يكتب وشنو راح يكون؟ تأليف، كلمة تأليف ولا نشر. نشر راح نخيره كلمة publish، published ألف ولا نشر. published many works. هاي قلنا لكم شو ما تديروش work، هاي وراي work، بصح ما تجيش كفعل. هنا هي بيج، هنا راهو يقول لك زيد فعل، زيد حاجة. 6 published، لازم تكون ذكي. he published many works. he نفس الشيء تعود على مالك بن نبي. he published many works like the
the reconciliation of Islamism with nationalism, etc., etc. Fifth sentence, date and place of death. تاريخ ومكان الوفاة. Death هنا نراه اسم. احنا راح نديرو جملة معناتها راح تكون حية فيها محرك. محرك تاع الجملة هو الفعل. راح نصرفو فعل توفي من الاسم وفاة اللي هي die. He die. He die on. كيفاش اخترنا on؟ كما قلنا عندنا اون دات كومبليت. التاريخ كامل. A full date. October 31st 1973. Place in Algiers. Algeria. بكل بساطة. So this is the seventh point. So are going to write the final paragraph. كتابة الفقرة النهائية. أول ما الحاجة الأولى اللي نديروها زمننا the form. هنا إذا كان عندك إيميل راح تكتب to إلى تكتب الإيميل تاعك from من هنا. بس احنا ما عندناش إيميل هنا عندنا بايوغرافي. نص هو بايوغرافي تلقائيا راح يكون الوضعية راح تكون بايوغرافي ثاني. نديروها بطريقة عادية ما راح نديرو والو لا تو لا فروم. هنا راح نديرو فقرة عادي. سو فقرة كيفاش نكتبوها؟ ما راحش نبداو ما هو ورقة الإجابة زعما هو الخط تاع ورقة الإجابة. ما راحش نبدا منا البياض كيما تقولوا في العربية انتوما. سو indentation. Now we have indentation. اللي هو بياض. بعد نبداو بالجملة الأولى هذه تعاود تركب برك في المسودة. تكتب وش كتبنا من قبل عشان نعاود نرجع باش بلي تنساو. اكتبها هنايا هذه تكتبها في مسودة. اكتبها في مسودة هذه سهلة مال. اكتبها في مسودة. من بعد كي تحب دير في البياض سيدي دير هكذا سهلة. تعاود غير تنقل برك تلصق. So Malik bin Nabi, no, he's an Algerian political philosopher, writer, speaker, university lecturer, and theologian. He was born on January 1st, 1905 in Constantine, Algeria. Full stop. هذي وش نهو؟ هنا هذي مالك بن نبي الشق الأول اللي قلنا عليه. يعني هذي حاجة عادية. حد الآن هي حاجة. So the second part, his life, حياته. هذا الشق الأول درناه في جملة. الشق الثاني نديره في جملة فقرة عفوا. So the first paragraph was about Malik bin Nabi in general. Second one جملة الفقرة الثانية تكون على المميزة الحاجة اللي مميزة فيه وشنو هي. So Malik bin Nabi or he studied at University of Algiers, Paris and Cairo. Full stop. الإنجليزية ما فيهاش فواصل بزاف راح تكون فيها النقاط. So full stop. Capital letter. He published many works like the Reconciliation of Islamism with Nationalism, Globalization, Economics, Problem of Ideas, and many others. Full stop. He died on October 31st, 1973, age 68, in Algeria. تحب تضيف يعني ليه جملة هكذا ولا معلومة مش مدرجة. يعني القرار يعود لك بشرط واحد. لازم تكون المعلومة صحيحة وخالية من الأخطاء الإملائية. لأنها إذا زدتها مع التالي واحد وغلطة قد تزيد غير في هدرة. يعني ما عندك حتى معلومة عليها ولا راح تخسر وش خدمته من قبل. البناء هذا قاعد تريبه راح تريبه وما تديش نقطة مني. إذن أنصح بكتابة جملة صحيحة. الجملة صحيحة يعني في الفكرة ولا في القواعد مش ندي عليها النقطة. ملاحظة كتابة بالأسود هي إضافات مهمة لتصريف الأفعال وجعل الجملة مفهومة ومتناسقة مع بعضها البعض. هذه الإضافات اللي راهي مكتوبة بالأسود with black هنايا هذيك هي تعويض في الجدول.
نزيدوا نفهموا، نزيدوا نوسعوا الجملة. شو تغيير ضمائر إلى أسماء أو الأسماء إلى ضمائر مفيد لتجنب التكرار أو الملل؟ مثلا هنا كما تشوفوا هنا درنا هي، ما نديروش مالك بن نبي، حابوا نديروه نحبوا نديروه، ولكن من الأفضل عدم تكرار الكثير. تكون حاجة تبدل بزاف ما نديرولهاش، ما نعودوش نذكروها في كل مرة لتجنب الملل. وأخيرا المراجع، المرجع أستاذ مستر إذن طار عبد العليم. الموقع الأول للدراسة في الجزائر English Exams، وهنا عندنا رابط، الرابط الذي سوف أضعه في الوصف أو في الفيسبوك، يعني لكي باش تتابعوا الحل، يعني تشوفوا الفيديو وتتابعوا الحل مع بعض. انتظرونا في الموضوع الثاني إن شاء الله، الذي سيكون بحول الله من الفصل الثاني ومن سيكونس 1، يعني الوحدة سيكونس 2 عفوا، الوحدة الثانية. وفقكم الله، كونوا أقوياء في البيان من نصيبكم. لدينا ثقة تامة فيكم، أدام الله بقاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.